رأيك ومن وجهة نظرك إيه أهم المشكلات وصور المعاناة اللي ممكن يعاني منها الشباب في هذه المرحلة؟ والله يا سيدي أنا مقترب من الشباب. أولاً أنا شغلي أصلاً كان مع أنا كأستاذ جامعي. أستاذ جامعي طبعاً. أستاذ جامعي. ومعظم سنوات حياتي يعني قضيتها في هذا الحقل، فكنت دائماً يعني أتعامل مع شباب، وشباب يعني قبل 24 قبل 23، وليس شباب مصري فقط، لأن احنا أنا كنت أدرس في كلية أصول الدين، كان تلتين الطلاب وافدين والتلت مصري. سواء كان بنات أو بنين هنا أو هنا يعني. فيعني تعرفت على الشباب، والآن يعني أحب أن أكون معهم، ربما لأن يعني ده حنين إلى شباب غرب وانتهى، لكن على كل حال لأني أرى أن يعني هذا الشباب فعلا يستطيع أن يصنع النهضة، وبأسرع بكثير جدا مما لو يصنعها الكبار. كثير منهم حاسين بالإحباط يا مولانا واليأس، إيه السبب في رأيك؟ في أسباب كثيرة جدا، وده موضوع معقد ولا تنتظر أني سأحله بكلمات، أو يعني لأنه أنا سعيد فيه كثيرا، انطلاقا من أن إحنا عندنا كنزين مغبونين، عندنا المرأة والشباب. حقيقة العالم العربي أتي وتأخر وتخلف من إهماله أو من نبذه أو من تهميشه لهذين العنصرين، المرأة والشباب. المرأة طبعا بصنع أو بتأثير عادات وتقاليد يعني، وتحدثنا عنها أعتقد في طبعا يعني نحينا كثيرا من توجيهات الشريعة والإسلام، وانتصرنا لعادات وتقاليد، وأصبحت معركتنا الآن ده مش استطراد يعني، شوف معركتنا الآن هل يعني إنتاج امرأة قادرة على أن تنهض بهذا المجتمع وتتحمل مسؤوليتها في المجتمع كما تتحمل المرأة الأوروبية نصيبها في بناء المجتمع، ولا أقول لك كما تتحمل يعني أي فتاة أو أي امرأة في مجتمعات نحن يعني نحسب لها الحساب، أو أن مشاكل المرأة الآن كلها انحصرت في ما نعلم للأسف الشديد، ولا أريد أن أذكر اسم هذه المشكلات لأني أحرج وأشعر بإحباط وكسوف أن احنا أمة يعني أعطينا هذا ولا زلنا نضيع وقتنا في الشباب. أيضا يعني أهمل بسبب ربما انشغال بقضايا صحيح قضايا هامة، لكن ما كان ينبغي أن تشغلنا عن الشباب الذي هو أهم قضية. لا أريد أن أحمل الشباب كل المسؤولية وكل التبعات، نعم يعني هم يتحملون جزءا، لكن أيضا نحن نتحمل الجزء الأكبر في الوضع اللي يعني كنا نحلم أن يكون عليه الشباب ولم يتحقق لنا. يعني مثلا تجد دائما الآباء أو الكبار يشكون ويقارنون، يقول لك هذا الزمان ودلوقتي كنا وكان أبوي، أنت يعني كجيلنا احنا كان هناك اهتمام من الآباء بهذا الجيل وكانت مراقبة، وما كانش في عناصر تشتيت الإنترنت والتلفزيون، طبعا كان فيه انضباط في البيت وما كانش فيه مغريات. فالمفروض الكبار الآن عليهم واجب ثقيل أمام هذا التشتيت، وإضافة إلى أن الـ يعني أعتقد أن حكمة قالها سيدنا عمر إن لم تخن الذاكرة، أو سيدنا علي، الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. الولد يعني يشبه زمنه أكثر من أبويه، يتأثر بزمنه أكثر من دي القاعدة. فما بالك إذا كان يعني رقابة البيت أو اهتمام البيت ضعف، وتغولت بقى يعني الخروقات أو الاختراقات اللي هي بسموها إيه، التواصل الاجتماعي أو طبعاً اللي هي طبعاً الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. من الظواهر اللافتة اللي بتستوقفنا في هذه المرحلة اتجاه الشباب للعنف، العنف اللفظي والعنف الجسدي، ما هي أسباب اتجاه الشباب للعنف؟
الشباب يحتاج إلى مشاركة ومشاركة حقيقية من أصحاب رؤوس الأموال. لابد أيضا من الفن الذي يعني هو مكلف بأن يرقى بوجدان هذا الشاب. للفن رسالة، إن لم يكن للفن رسالة فهو فن هابط وضار ومدمر.